البرلماني ورئاسة النائب محمد منير على ربه تدقيق الأموال الداخلة في العنين ومن عام 2019 إلى 2022. اللجنة توصلت إلى شيء برأيك؟ حقيقة كثيرة هي اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، منها لجنة رئاسة الوزراء واللجنة البرلمانية التي سبقتها وهذه اللجنة. الحقيقة ننتظر نتائج اللجنة يعني بصورة جدية حتى نحكم على نتائج هذه اللجنة. أعتقد يعني اللجان السابقة لم تكن بمستوى الطموح، لم تخرج للمواطنين وللشارع في نينوى بحقائق صادمة أو في نتائج مرضية، وخصوصا أن هناك يعني إشارات من داخل الحكومة المحلية بأن هناك نسب تدفع للمشاريع، بالتالي ينبغي على اللجان أن تكون شفافة وتفصح عن مصادر هذه الجهات التي تستحوذ على هذه النسب، حتى تكون على الأقل تكون لجنة أنتجت عملها بشكل مثمر وتكون مرضية للشارع أيضا وتكون شفافة. ننتظر إن شاء الله يعني شيء يعني يكون واقعي. بالتأكيد أغلب النواب مقصرين تجاه محافظتهم، تجاه مسؤوليتهم أمام الشعب وأمام الله في متابعة المشاريع وطرق صرفها وما إلى ذلك. غياب مجلس المحافظة أيضا جعل القرار حصري بيد الحكومة المحلية، بالتالي الرقابة ضعيفة. إلى اليوم طلبنا مرارا أن يكون هناك شفافية في كشف حجم الأموال والمشاريع والجهات التي أحيلت إليها، لكن ماكو استجابة بصورة دقيقة سوى بعض التصريحات هنا وهناك. أعتقد النواب محافظة نينوى وأغلبهم طبعا يتحملون مسؤولية كبيرة ومقصرين، ولم يعني يمكن ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، هناك من يتكلم ويبحث، لكن محافظة نينوى لديها 34 نائب وهي المحافظة الأولى على مستوى العراق، ربما ثلاثة أو أربعة فقط يتكلمون بوضوح وبقوة، لكن البقية حقيقة يعني مقصرين تجاه المحافظة. المواطن اليوم في نينوى وفي الموصل أصبح على ثقافة عالية ولا تنطلي عليه لا تصريحات ولا زيارات ولا يعني أمور غير واقعية. هناك خرق، هناك فساد، هناك يعني هدر للأموال، ينبغي أن يكون مقابلها لجان تكشف أين ذهبت الأموال وأين من المتسبب بذلك. غير هذا الكلام أعتقد راح يكون عبارة عن تسوية لا أكثر، وبالتالي يتم اغتيال الحقيقة مرة ثانية وترحيل المشكلة إلى قادم الأيام.